السلام عليكم شباب، معكم علي وتاكو جيمر. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. اليوم مقطعنا حنسوي الكون السابع ضد الكون الـ11 على حسب طلب المتابعين. فشكر لكم على الافكار الاسطورية اللي تعطونا اياها يا اخوان. فيلا خلونا نطبق. طبعا خلينا نشوف مين الاعضاء الكون السابع. طبعا معروف اولهم جوكو، وبعدين ثانيهم مين ثانيهم؟ خلينا ندور يا اخوان. اكيد في جيتا، ايوه، وبعدين عنكم جوهان. خلينا نشوف كمان مين كمان شارك. عنكم بيكولو يا اخوان، بس خلينا نشوف اذا في شي شخصية افضل من بيكولو نحطها. هنحط فريزا يا اخوان. خلينا نشوف مين في كمان. خلي بيكولو يا اخوان، بيكولو بشكله هذا الجديد البرتقالي. وهذه هي شخصيات الكون السابع يا اخوان. خلينا نختار شخصيات الكون الـ11. مثل ما كم شايفين هذا هو الكون الـ11، فاكيد حيكون جيرن اول شيء. وتوبو حاكم الدمار، وهذا ديسبو. ليش حاطينه مع بعض؟ الله شيء غريب. اوكي، حط هذا ديسبو، هذا الاقوى في اقوى ثلاثي كان بالكون الـ11. هنشوف مين في كمان الكون الـ11. حطوا هاي البنت الغريبه، حط شخصيه كمان. شوف هاي بقية اعضاء الكون الـ11. فيعني حاطين 10 شخصيات مضبطينها. يعني خلينا نحط هاي الشخصية اللي ما منها فايدة، او نحط هذا. هيك هي اعضاء الكون الـ11 يا اخوان ضد الكون السابع. حنلعب بالحلبة ونمحطهم، ويلا خلونا نبدأ يا اخوان. قبل ما نبدأ استدعمونا بلايك، اشتراك بالقناة، ولا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ايوه، هاي جوكودا ضد جيرن. ايش فيك يا ابني؟ ليش هيك مفتح ثمك؟ واتهل، تعال. طيب راح امحطك. خلينا نشوف نتحول. يتحول تحت. تعال يلا يا جيرن. والله جيرن راح يكون قوي، راح يتعبنا معه. يلا تفايت معه شوي بالسوبر ساين الاحمر. تعال ولا لا 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 يا جيرن، هدي. لا جيرن جيرن جيرن، متهل يا اخوان. ليش القوة عن جيرن هناك؟ ما قاعد يتأثر بشيء. هاي هاي جيرن يا اخوان، جيرن جيرن قوي قوي، حاطينه قوي جد جيرن. هو هيك بس شكل حاطينه قوي، فعلا قوي. لا 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 جيرن جيرن، خلينا نتحول لك لانه انت معصب على الاخر، معصب علينا. خليني الحق الله. ايوه كفو يا كاكاروتو، محط لي اياه لك محطه. ليتس جو. يلا اتهل، ما بيدمر شيء. يلا خذ هاي كامي هامي ها. لا ما بدك انت كايوكن. هاي كايوكن 20 ضعف. هاي وات ذا هيل يا اخوان، شو هالبوكس هذا؟ وال 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 يا جيرن. لا 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 يا جيرن يا جيرن، هدي هدي يا جيرن. ايوه جيبه جوكو. والله ما في فايده، والله غريزه غريزه يا اخوان، هذا ما ينفع معه غير الغريزه. ليتس جو. ايوه ليتس جو. يلا جيبه جوكو، لا ترحمه لا ترحمه. لا صدى. لا شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل جيرن؟ ليش شكلك بايخ؟ لك شوفوا شوفوا هالضربة. ايوه التهل يا اخوان.
غريزة المتقنة، انت هاي اللي تنفع معك بس يا جنن. يلا خذ هاي الضربة الكينكي داما، يلا هاي الضربة اسطورية يا اخوان، ما في حدا يقدر ينجو في وجهها. ليتس جو، انتهى جيرن يا اخوان، ليتس جو. شو قوية والتهل اجا تبو، تعال هيجي ضدك في الجيلو. لا 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 لا، هلا عطيه فاينل فلاش. هذا قلتش جوا، هلا وقته يقلتش. خلينا نتحول، التحول اللي فايتوا فيه بالانمي اكيد مو هذا ولا هذا، سوبر ساين المطور عن هيك نفس ما هنيتك بالانمي يا توب. هلا بتشوف، ايوه هذا هو التحول الفايت اللي صار فيه يا عمي. هذا قلتش، هاي مو وقتك تقلتش يا توب، اطلع. قلت جوا الصخرة، شلون قلتشت يا ابني؟ طيب خود اللي ابلع يا عم، يطلع من مكانه. شلون صرت هون؟ ما عم بقدر افهم. شلون صار جوا هون؟ هو بيقدر يضربني بس انا ما بحسن. جيبه بالله عليك يا فيجيتا. اوكي والله كفو انك جبته، بس طلع لي اياه من الصخره بس، ما عليك انت من الباقي. والله ليتس جو، بس هذا المطلوب، نطلعه من الصخرة. يلا اعطيه فاينل فلاش. ايوه يلا اعطيه واحدة فاينل فلاش، دايمل دمج. تعال تعال عمل فيك الحركة اللي سويتها فيك في الانمي، تعال خذ انتحار. يلا دايم يا الحركة، شو قوية يا اخوان، ان شاء الله يجلدوا فيها. دايم القوة، 30,000 دمج. خذ يلا في جولة، عطيه فيانا فلاش. تعال هلا راح عن جد تنجلد يا توبو، نفس ما نهيتك في الانمي. يلا لا يلا هالمره بدك تيجي، بدك تيجي هالضربه المره. يلا يلا شبكت شبكت فيك يا توبو، الى اللقاء ترانس كاكاروتو. دام راح فيها، جلدنا لتوبو نفس ما انجلد في الانمي، نفس الشيء. يلا ديسبو نجيب ضدك جوهون. يلا عطيه، تحول لي يا جوهون، لا تضل لي هيك بايخ. ايوه يلا جيبه يا جوعان، جيب اللي ديسبو. يلا 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 حماس حماس، ايوه يلا جيبه، تستطيع انت يا جوعان ان تمحض الكون ال11 كله. يلا كفو، يلا ليتس جو، ابلع كامهامها. يلا روح جيب، الحقه الحقه الحلية. لا 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 ديسبو 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 ديسبو، يعني ما حبيته منك يا اخي. لا لا حيجيبني هذا، هذا اخذ حركات هذاك ال والتهيل قديش قوة دمجه قوي. هوي هوي يا ابني لمين حتتحول؟ لا لا تغير شخصيتك، وات صار جوهان جلتش يا اخوان.
اعتبره ديسبو لسه. تعال انا جوهان الاصلي، ولا لا تاخذ شخصيتي يا ديسبو، هذا مزور يا اخوان لا حد يصدقه. يلا يلا انقلع ولا يلا اجت اي. يلا هذا فريزا حيتعامل معها، فريزا حاطين تحول لبلاك. يلا مو مشكلة، وات ذا هيل دمج تعبان، وات ذا هيل هي مضربة جوتنكس، وات ذا هيل. يلا خذ او خذي ما ادري. ايوه لا 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 لا، هاي شخصية كريهة يا اخوان. وات ذا هيل، شو هو رقص صارت شغلة؟ لا لا هاي كتير ما حاططني بوقت قصير. فريزا اعطيها، يلا يا فريزا. لا حرام ضاع. يلا لا هاي كتير كريهة شخصية. جير انجلدنا ما عرفنا نجلدك ليش، ما فقدتك يا فريزا. فريزا حاسه ما منه فايدة يا اخوان، قاعد يمحط بس. فريزا خليك على الهيئة اللي كنت فيها في الانمي احسن. ايوه يلا اعطيها. يا الله هالمرة لازم تجي ضربتك يا فريزا. دام قوي قوي فريزا بهاي الهيئة، اقوى من هيئة البلاك. يلا نهيناها يا اخوان. شايف يا اخي فريق كون السابع اسطورة، اجا هاي الشخصية اللي ما منها فايدة. يا اخي ليش هيك اللعبة فيها لاج؟ اوكي تعال بكله. وات ذا هيل، اعطينا صوت في جيتو. يلا ابلع في بكل اسطوره يا اخي. ايوه لك وات ذا هيل. وات عم يخلوني. مليت منه لهذا يا اخوان، عجيب جوكو يمحطه بيكله بطيء. خلينا نفس حولك يا بيكله. يلا شلون؟ وات ذا هيل يا اخوان. جوكو انت عم الجميع، تعال انهي لي هذا الكري. يلا انهي لي اياه يلا، لانه ما طفشت منه انا. لا اعطيناك صوت كوجيتا سوبر ساين فور كمان. يلا جوكو جيبه لا ترحمه. ايوه اجلده، ما قاعد يتدمج كان. ضربه قويه شلون ما قاعد يتدمج. اوه 10 دمج. شو متكون هذا الكائن؟ خذ هاي الضربه، هاي الضربه ما تتدمج منها جلطه. يلا ابلع 50,000 60,000 دمج تقريبا. تعال اعملها فيك مره ثانيه. يلا نهاية الكون ال11 وفوز الكون السابع. يلا ابلع سونغوكو.
وصلنا لنهاية المقطع يا اخوان، اتمنى يكون المقطع عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بلايك، اشتركوا بالقناة، على السلامة.